نفسك تعملي آيس كريم للحر وما انتيش عارفة تعملي بحليب محلى مكثف ولا بالكريم كراميل ولا بإيه، ما انتيش عارفة ومحتارة، تعالي نجرب وصفة آيس كريم سهلة جدا وبكيس واحد من الجيلي. هقولك ازاي، تعالي يلا نبدأ في الفيديو ونقول بسم الله ونحط المكونات بتاعتنا على بعضها، وفي الآخر هيطلع في ثانية آيس كريم. كوباية من المية الساقعة، عليها معلقتين من السكر، كوباية إلا تلت من الكريم شانتيه، والكريم الشانتيه مش محلى يعني معلهوش سكر، لو عليه سكر يبقى استغني عن معلقتين السكر. هنحط عليهم معلقة من عسل الجلوكوز ونسخنها على حمام مية، يا إما تركنيها هقولك تحطيها على إيه، ونعملها كده نضربها لأنها هي برضو بقى تضايقني في المضرب، سيحتها بس مش سايحة قوي. فهنضرب بالمضرب المكونات بتاعتنا جدا جدا لحد ما نعمل كريم شانتيه عادي خالص. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وشيروا الفيديو عشان يوصل لكل الناس وكل حبايبك كده يعملوا آيس كريم. وهعمل لكم بعد كده أكتر من طريقة آيس كريم، وانتوا جربوا بقى كده كل الطرق وقولولي أنهي وصفة عجبتكم أكتر. بس دي وصفة سهلة وبسيطة لكل اللي عايزة تعمل آيس كريم ببساطة من غير حليب محلى مكثف. جبت بعد ما ضربت الكريمه كوبايه من الميه السخنه، ما تخليهاش سخنه قوي يعني يا دوب دافيه كده يعني نص نص، علشان برضه هتتحط على الكريمه. نزلت عليها بكيس من الجيلي فراوله، ممكن نحط اي طعم، جيلي فراوله، جيلي مانجا، الطعم اللي احنا حابينه. هندوب الجيلي في الميه السخنه، معلقه العسل ممكن تحطها هنا، ولو الميه سخنه قوي هنسيبها لما تهدى شويه. بعد كده حطيت لها كيس واحد من الفانيليا، ممكن تستغني عنه لو انت خلاص يعني ايه مستكفية بطعم الفراولة، هو اللطعم بتبقى لها نكهة حلوة برضو بتاعت الجيلي. فخلاص كده دوبنا الجيلي في كوباية المية السخنة، ده كده اللي بنستخدمهم كوبايتين من المية، كوباية بتتحط على الجيلي وكوباية على الكريمة. وهنخلط بقى الجيلي اللي دوبناه على، بس لازم ندوبه كويس وبالمضرب كده، وهخلطهم ضربناهم مع بعض بالشكل ده، وهندخله بقى التلاجة الفريزر لمدة 6 ساعات. بعد 6 ساعات بنطلعه من اديته ضربة برضو بالمضرب ورجعته تاني كمان ساعتين، وكان شكله زي ما انتوا شايفينه معايا. ممكن نحطه في بولات زي كده، وممكن نجيب بسكوتة من عند بتاع الايس كريم ونديها لولادنا كده، هتبقى تحفة جدا في الحر، ما بيسحش بسهولة قوي زي الايس كريم التاني، بس وما بيجمدش برضو الجمدان الجامد، وما بيعملش كريستالات التلج. انا شايفة انها وصفة حلوة وسهلة وبسيطة وسريعة في عمايلها. شيروا الفيديو وحطوا لايك، واستنوني في وصفة آيس كريم تانية، وسلام.